السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم أوس الخسرجي. درسنا لهذا اليوم كيفية تحويل كاميرا الموبايل من نوع جالكسي إلى كاميرا مراقبة. نستطيع من خلال التطبيق IP Webcam تحويل كاميرا الموبايل اللي يعمل بنظام أندرويد إلى كاميرا مراقبة. أولا ندخل الجوجل بلاي ونسوي انستل، بعد ما نربط الجهاز عبر منفذ اليو اس بي ويا الحاسوب، بعد ما يتم التنصيب راح يظهر لنا البرنامج موجود كأيقونة جديدة بهذا الشكل. بعدها راح ندخل الى نشوف الاعدادات، الريزوليوشن، الوضوح والكواليتي، الجودة، ولوجين باسورد. اذا تحب تحط باسورد قبل ما تكنك بالكاميرا، والبورت تتركه مثل ما هو 8080، انيبل او ديسيبل اوديو. بعدها تروح على قائمة ستارت سيرفر وتطي اوكي، ومن ثم راح تظهر لك هاي القائمة اللي هي how do I connect والاكشن. الاكشن مثل تشغيل الفلاش والفوكس التركيز. هسه راح نقوم بتشغيل البرنامج على الهاتف الخاص بينا، وراح اشوفكم شلون اكنك وشاهد عن طريق الكاميرا. طيب، شغلت البرنامج، بعدها دست ستارت سيرفر، بعدها راح تظهر لي IP ومكتوب لي فوق مثل هاي الصورة How do I connect. بعد ما اضغط على How do I connect راح يظهر لي I am using mobile internet connection low, I am using Wi-Fi router. نختار الاختيار الثاني بما انه احنا مكنكين على راوتر. راح يطلع لنا ال IP address. Your IP is 192. نفتح قائمة جديدة، نكتب 192.168.1.103. نقطتين العادية، ونكتب البورت 8080. بعدها نضغط انتر، راح تظهر لنا صفحة اندرويد ويب كام سيرفر. نذهب الى Use Browser Bolt and Viewer، نطي OK. مثل ما تلاحظون هاي كاميرا الموبايل وهاي مكان المراقبة. طيب، من ضمن الخيارات الموجودة بالأكشنز تستطيع أنه تشغل البرنامج بوضع متخفي اللي هو Run in Background. ما راح يظهر البرنامج بالتليفون انه مشتغل، لكن راح تقدر تصور وكأنما حاط كاميرا مراقبة عندك. طيب، بعدها نعطي اغلاق للبرنامج. اوكي، نغلق السيرفر. اللي هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. اتمنى تكونوا قد استفاديتوا من هذا الفيديو. طبعا الرابط موجود اسفل وصف الفيديو التابع للبرنامج IP Webcam. في نهاية كلامي، تقبلوا تحياتي، كان معكم أوس الخسرجي.